الفرق بين الحرية وبين العدالة، ويعني كيف مع بعضهم هدول، شو علاقتهم ببعض؟ الحرية بالمعنى الحرية انك انت تعمل بدك اياه، ما تريد تمارس، يعني ما حدا يقيدك بشيء. العدالة تعني قيود قانونية، يعني في شغلات انت حقك مسموحة يعترف بها القانون، اي حق لك انت بحد معين، هذا الحق يصبح ممنوع عندما يعتدي على حق الاخرين. ففي قيود، اذا العكس بعضهم هني. عمليا في تناقض بين العدالة، بين العدالة قيود قانونية، قيود قانونية تقيد السلوك. الحرية هي حقوق، هي لا قيود، لا قيود. فالحرية بمعناها المطلق، يعني انت تعمل بدك اياه، فمعناتها جريمة، مهم يعني العرف الاجتماعي جريمة. ليه؟ لانه اذا انا يعني حر بشكل مطلق، اسهل طريق لتحصيل الثروة والمال والجنس والاخرين يعتدي على العالم، فبروح بعتدي على العالم، بسرق العالم، هذا اشتغل مش الحوض لاته، هذا طابخ باكله وطبخته، هي بنت حلوة بعتدي عليها، هذا كذا، عرفتوا كيف؟ فاذا الحرية المطلقة هي همجية، هي همجية وضد الاجتماع الإنساني. الاجتماع الإنساني مبني على القيود، مبني على الثالث المرفوع، يعني الاحتكام إلى نظام، كل نظام هو تقييد، وبالتالي الحرية المقيدة هي أساس النظام الاجتماعي. حرية بحدود معينة تقيد بحدود ثانية، يعني الجزء الأول منها مسموح، حرية الرأي مسموح هيك لحتى تصير تستعمل ايدك، بس تستعمل ايدك ما بقى في مجال، يعني ما بقى في مجال. ومن هون الحديث اللي بيقول انه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. هذا الحديث يعني ما تفسر بشكل صحيح. ليه؟ لانه في فرق كبير بين اليد وبين اللسان. أفضل الجهاد كلمة حق، ليه؟ أنه حرة مباح للجميع، أما اليد إلى شروط وضوابط، أن تكون اليد هي سلطة القانون العدل، مو أنت، مو كل واحد قاضي، مو كل واحد بيغير بيده، بيروح بيشتكي، بينصح، بيحتاج، بيعمل، آخر شيء بيشتكي، بتجي سلطة الدولة بعد ما تأخذ قرار وتحاكم وكذا والآخرية، بتستخدم اليد، مو أنت بتستخدم اليد. فإذا هوني غيبوا هاي النقطة الفارق المهم، فضاعت الناس، صار أي واحد إني أرى في قتلك صلاح المسلمين، بقول لك مين ما قال شيخ جامع شيخ ما قال، بقول لك ليه، نعرف كيف صار ارتبط، يعني المنكر، تغيير المنكر صار أمر شخصي لكل إنسان. هلأ باللسان وبالقلب أمر شخصي، بالموضوع لداك هو فرض كفاية، يعني إذا ما المجتمع قام فيه ما حاب حق للفرد يقوم فيه، بحق له فقط دفاع عن نفسه، عن نفسه بحق له يدافع أمام جرم مشهود. أما غير هيك أنت منكر، أنت كلك منكر، مثلا ما أنك عجبني منكر، بشوفك منكر بلغيك بيدي، عرفتوا كيف؟ قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، خلاص أنا شفتك أنه شو أنت بدك، لازم تموت لي، لأنه هيك جاني الأمر. فبصير أي إنسان بقى بتخيل بيوحى وبصير نبي وصير بقرر مين بيحق له يعيش ومين بيحق له ما يعيش ومين بيحق له، يعني بيحط نفسه محل رب العالمين، فنهايته الشرك. فإذا الحرية والعدالة مفهومين إلى حد ما متناقضين، لكن لا يمكن للبشر الاجتماع الإنساني أن يستمر من دونه. إذا ما في حقوق وحريات فيها ضمن هذه الحقوق، حقوق تحفظ الحريات إلى حد كبير، أنه أنا حر بنفسي، حر كاري، حر بسافر، حر بشتغل، حر بأكل، حر بلبس، حر بعمل، هذه كل هاي الأمور حريات يجب أن يصون القانون ويحميها، لكن دون أن تصل إلى حد تهديد السلم الاجتماعي. تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. أنا حر أمشي بالطريق، بس بدي أمشي على اليمين ضمن نظام السير، لأنه ما بحق لي أمشي على اليسار وبعكس السير. ليه؟ لأنه نظام، بدي أمشي غيري، مو بس أنا بدي أمشي بالطريق. فإذا الحياة الاجتماعية تتطلب تقييد الحريات، والعدالة هي التي تسعى على تطبيق هذه القيود. يعني شو القانون؟ شو القانون؟ بيقول لك ممنوع السرقة، بس تسرق بحق، ما هي عدالة؟ سرق الزلمة بروح بشتكي عليه. تطبيق الحق باليد
واختصاص المحاكم. بروح على المحكمة يقول لك أنا أكل لي حقي هذا الزلمة وسرقني وهذا الدليل. بيجوا هن بياخذوا منه بصر معي وبيحبسوه بياخذوا منه مصاري برجوليه. هذا هو إلغاء المنكر باليد اللي هو بيقوم فيه جهاز مؤسسة اسمها مؤسسة العدل العدالة يعني مؤسسة القضائية. اللي بتمشي مؤسسة القضائية بتمشي على شو؟ بتمشي على قوانين وضعها الشعب من خلال مقاصد أخلاقية أساسية ينص عليها الدين. هذه القوانين تقيد الحريات وتضع عقوبات على تجاوزات معينة على حقوق الآخرين. يعني جرائم مثلا اللي تقرب على المال وعلى الشغلات المعنوية بسموها جناح. الجرائم اللي تعتدي شخص يتهدد حياة البشر أو تعتدي عليهم بشكل شخصي أو تقتلهم أو كذا بالأخير بسموها جنايات. فالجناية والجنحة في فرق كبير. واحد بيعتدي على ممتلكاتك التي يمكن تعويضها، بيشتمك مثلا، بيحقرك مثلا، بيسرقك، بيحتال عليك، بينصب عليك، بيرتشى، بيرشي، بيخالف القانون، هي كلها جناح. جناح يعني حد أقصى عقوبة السجن 3 سنين والغرامة وعلى قدر الجرم أو أكثر شوي. أما الجنايات والله شو بيهدد، بيغتصب، بيهدد حياة إنسان، بيطلق عليه النار، بيعتدي عليه، بيسلبه بالعنف، بيفوت عليه بالليل بالسلاح، سطو، بيفوت عليه كذا، يعني هذا هو جناية صار هيك، خطف، تعذيب، كذا. هي الجنايات عقوبتها يعني من 5 سنين وطالع يعني، وهي 10 قليل كمان، لأنه هذا النفسية تبقى مشوهة، بده فترة طويلة لحتى يكبر بالعمر لحتى تهدى نفسيته وتتغير أحواله، يعني نعمل له فرمتي. فهي جنايات، هي جنايات كبيرة، وهيدي يعني شيء حق عام، هيدي كمان مو بس حق شخصي، يعني لا يمكن إسقاط الحق الشخصي فيها. الحق الشخصي، الحق العام لا يسقط فيها، بده يتحاكم، بده يتحاكم، بده. فإذا هذا هو القانون، القانون هو مجموعة قيود، ما لم ينص القانون على منعه فهو مباح. مباح، لكن المباح أنت بدك تساويه بتساويه، بدك تساويه، بتلبس شو وشو ما بدك، بتلبس قصير، بتلبس طويل، بتغطي رأسك وكذا، أنت مباح. لكن لا يعني هذا إنه هو يعني بقول لك حق اللباس، حق التعبير عن الرأي، حق النشر، حق الوصول للمعلومات، حق السفر، حق العمل، وجود ضمانات للشيخوخة لمساعدة العاجزين، هي كلها حقوق، يعني الإنسان العاجز، الإنسان كذا، كلها حقوق ينص عليها أيضا القانون. بس كيف بده يحميها القانون؟ بس خلال نظم الدولة. هلا في كتير حقوق ما الدولة ما بتعتني فيها، موجودة لكن ما بتعتني فيها، بتقدم لك الأدوات اللازمة لتحصل على حقك. يعني أنت حر تحكي بس ما في منابر حرة، مثلا كل المنابر مملوكة للدولة أو للرأسماليين أو للحكام أو للكذا، ما تلاقي حالك حر بس ما بتحكي. هلا مثلا صار في فيسبوك مباح للجميع، صار فيك تمارس هذه الحرية، بس بالأول ما كان فيك تمارسها، ما في منابر، أخي حر وبدي أحكي كل شيء، ما في منابر. تحكي بالبيت، تحكي بالحمام، تستفيد شيء، بدك منبر معين. فإذا الحرية، الحقوق كمان بيحددها السياسات إلى حد كبير. هلا الحريات إنه أهم الحريات هي حرية التعبير وحرية الرأي، حرية الرأي وحرية انتقاد الحاكم والاحتجاج عليه. لأنه الأساس بالسلطة اليوم هي أن تكون مراقبة. إذا لغينا هذه الحرية صارت سلطة مستبدة وفاسدة والأخير، وأي واحد يوصل للسلطة ما في عليه رقابة سيكون فاسد قطعا، مين من كان يكون، مين من كان يكون، يعني إلا الذين نطمئن أنهم يراقبون أنفسهم، يعني بيشوفوا الله في داخلهم، وهذول بس الأنبياء يعني. فقط بعد عن الأنبياء ما في حدا، كل نفس أمارة بالسوء إلا المعصوم من الخطأ اللي رب العالمين حاط بعت له الوحي يعمل القطع وشايفها وعارفها وبيعاتبها يعني حتى كان. فإذا ما في حدا ما ممكن يرتكب الشر والسوء إذا غابت عنه عين الرقيب. وبالتالي الحرية، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية المراقبة، هذا شيء أساسي بالحياة الاجتماعية، مثله مثل العدالة. هذا بيحفظها بطريقة وهذا بيحفظها بطريقة. إذا هون بنشوف بقى التعاون بين مفهوم الحرية ومفهوم العدالة، بنشوفهم مشتركين معا، مفهومين مشتركين معا ليرسخوا الوجود الاجتماعي ويكرسوا السلم الأهلي. ها
هذا اللي نحكي عليه بالفلسفة الاجتماع، بنقول إنه وحدة وتناقض الأضداد، وحدة وصراع الأضداد، إنه هذا عكس هذا لكن متحدين في قضية واحدة. الحرية عكس القيود والعدالة يعني، لكن اثنيناتهم سوا بشكل حالة واحدة يعني، حالة واحدة هي. فهيك دائما المجتمعات والحياة تقوم على شيء وعكسه وتوازن دقيق جدا، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا هو الميزان، ميزان بين المتناقضات. هذا بده يشد هيك، هذا بده يشد هيك، لكن بتحط الميزان على ميزان معين، وهي الميزان يتغير بتغير ظروف المجتمعات. لسر القوانين نظام الحقوق تتطور بتغير البنى التحتية، بتغير نمط الحياة، وتغير مستوى الإنتاج، تغير لسبب لا يمكن إيجاد شريعة أو قانون أو حقوق خالدة ثابتة ما بتتغير. في منهج عام، اتجاه عام صحيح، لكن على هذا الاتجاه العام يوجد أشكال كثيرة للتطبيق. كل زمان له أشكال تطبيقية مختلفة يعني، زمن طبقت فيه الشريعة الإسلامية يختلف تماما عن الزمن اللي بتطبق فيه اليوم، لسبب اليوم يجب أن تأخذ الشريعة بمقاصدها وليس بشكلها، لأنه بشكلها مش مناسبة. ما رح أحكي لكم يعني كيف قطع الإيد والتعذيب والتحريق والصلب والكذا والرجم والمدري شو، كلها ما عاد إلها يعني. كما أيضا مفهوم العدالة يعني أصبح اليوم، لأنه المجتمع يؤثر كثيرا في نشأة أبنائه، وما بينشأ الولد منحرف إلا بظروف اجتماعية تؤهب لهذا الانحراف. للسبب مثل ما قلنا لكم إنه المجتمع يتحمل جزء كبير من مسؤولية الجريمة، فما عاد فينا نحن نطبق العقوبات القاسية الكبرى على الفرد وننسى المجتمع. فالمجتمع بده هو يحاول يصلح تنشئة الأفراد والأطفال لحتى ما ينشأوا على الجريمة، لحتى ما يتحمل هو المسؤولية، وبالتالي تخفضت العقوبات ونزل مستوى الانتهاء، فقدت العقوبة صفة الانتقام وأخذت صفة الإصلاح. هاي مفاهيم كلها تغيرت، طبيعي تتغير. إذا الحرية هي الأساس، ونقول إحنا ثورة حرية، وبننسى العدالة، بننسى تطبيق القانون، بننسى الانضباط، بننسى المؤسسات، تطلع ثورة تفكك وتحلل يعني، بنفرض الموجود وما بنبني بداله، مثل ما صار بثورات الربيع العربي. فرضوا الموجود، الدولة اللي بتظلم الظالمة المجرمة المرتشية الفاسدة، فرضوا أم دمروا المؤسسات بس ما عملوا شيء، رجعوا تقاتلوا مع بعضهم، رجع الحكام اللي دمروا رجعوا استلموا السلطة، ما عملتوا شيء، ما بنيتوا. فهمتوا الحرية كشيء مطلق مو كشيء مقيد. حرية مقيدة، أنت حر، والرأي حر، انتقد حر، احكي حر، كذا حر، راقب حر، شوفك شو عملت، اطلع على حسابات الدولة، اطلع على سلوكك، اطلع على كذا، انت مسؤول شو عملت، شو كذا، شو الاخر، هاي حريتي. بالمجي بالوقت الثاني انا مقيد اني ما بصير ما اخذ مال ما اسره، ما بصير، ما بصير كون مسؤول عن شغلي وما نفذها، ما بصير التزم بشغلي وما اعملها، ما بصير اكذب على الاعلام وعلى الناس وعلى الاخرين كمسؤول، ما بصير كون قائد جيش واتركه يعني لحاله بالمعركه بدل عبد الفندق مثلا. ففي شغلات كتير يعني، بدك قيود تنحط، حر والله انا بدي ارتاح، شو دخلكم؟ مين شو دخلنا؟ ما انت مستلم مسؤول معي. دخلنا اذا، وبالتالي القصه بدها اثنين، بدها انضباط وقانون ومؤسسات ورقابه، وبدها حريات. حريه، فبقول لك الحريه والعداله، الحريه والعداله، هذا حزب الحريه والعداله. بدي افهم اشرحهم يعني، يقول لك قديش حريه وقديش عداله. المساواة المطلقة ظلم يعني، مو كل الناس متساويين، الناس مختلفين ومتفاوتين يعني، كل إنسان واحد بحب يهتم بصحته، واحد بحب يهتم بأكله، واحد بحب يهتم بلبسه، واحد بحب شكل، ما بصير متساويين يعني، مش متساويين الناس. العدالة المطلقة، اللي بيشتغل مثل اللي ما بيشتغل، المحتاج مثل المو محتاج، اللي يعني مو صحيح يعني، بده يصير تنافس كمان يعني، شو اللي بيخليني اشتغل وابتاع وكذا والى اخره، اذا ما اخذت اكثر يعني وارتفع دخلي وارتفعت نسبتي وارتفعت، ما بيشتغل بطل بيشتغل، متكاسل كلياتنا. وبالتالي العدالة المطلقة قاتلة والحرية المطلقة قاتلة، إذا مساواة قاتل والحرية، إذا هن جناحين متناقضين. الأساس الصحيح هو
اجتماعهم بالنص، يعني مش من هاد ومن هاد، قدر من الحريات، أكبر قدر من الحريات، بحيث لا يؤدي للتشويه مبدأ المساواة والعدالة. عرفتوا كيف؟ بنجمع شوي من هون شوي من هون. فالمفهوم الجمعي، المفهوم الجمعي للقيم هو الأساس، مو كل قيمة لحالها. يعني زمان وقت الرسول عم يوزع الغنائم قال له ما عدلت، قال له ويحك إذا أنا لم أعدل. ليه؟ لأنه يوم توزع وزع عطى الجمال لقريش، وعطى مدري شو يوم غزوة بني المصطلق، يعني عطى الجمال والكذا لقريش ومدري شو، آخر شيء الأنصار ما زال لهم شيء. قالوا له نحن، قال لهم أنا حصتكم، ألا يكفيكم رسول الله؟ ليش؟ لأنه هذيك إسلام ثابت، وهدول يعني يغريهم أنه الإسلام منيح وكذا، يثبت لهم الإسلام. فبالنسبة له مو منهج العدالة أنه أعطي بالضبط كل واحد حسب بلاؤه به بالجهاد، حسب بلاءه بالجهاد ياخذ. لا، مو هيك، هو فهمها انه الجهاد انت عم جاهد في سبيل الله، حقك بالغنائم، لك حق بالغنائم، لكن الغنائم يجب ان توسع ايضا في سبيل الله، اللي هو شو؟ تثبيت الاسلام وتثبيت الدين وتثبيت الدوله. اذا هو اخذها بالمفهوم الكلي، المفهوم العام اللي بيجمع مجموعه عوامل. دائما تؤخذ القرارات السياسية بحساب الكل وليس بحساب لحاله. وقت انت بتمشي بمبدأ لحاله لحاله بغض النظر عن غيره، توصل لشو؟ لخوارج، لداعش، للفكر هذا المتطرف التكفيري كذا كله. ليه؟ لم تأخذ مبدأ واحد للحول الآخر، تنسى مبادئ الأخرى، تنسى المبادئ الأخرى، بتأخذ شغلة واحدة تترك الآخرين، تمشي على محور واحد يعني. بينما الحياة عدة محاور، في محور الحرية، في محور العدالة، في محور المحبة، في محور الرحمة، في محور الانتقام، في محور القصاص، في محور القوة، في محور، في كتير محاور، كلها هي مفيدة وضرورية للحياة الاجتماعية وللكائن الاجتماعي. لكن قديش تستخدم من هاي ومتى، وقديش تستخدم من هاي، كيف تمزج الخلطة مع بعضها، هذه البهارات السبعة حتى تطلع طيبة، قديش تحط من هاي ومن هاي ومن هاي ومن هاي، بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الخير العام ولأطول فترة زمنية ممكن. الهدف من خلطة القيم كلها هذه هو الخير العام، إما ما ينفع الناس فيبقى. فهذا هو الأساس، أحبكم إلى الله أنفعكم لعيالي. فإذا الخير العام هو المحور الأساسي، قديش فينا نحن لازم نحط قوة ونحط جبروت ونحط رحمة ونحط جفاء ونحط تسامح ونحط حرية ونحط قمع ونحط مدري شو مع بعضهم لحتى ضبط وكذا وإلى آخره، قديش لازم نحطهم مع بعضهم الخلطة هذه لنحقق أكبر قدر ممكن من الخير عام. إذن كل قرار سياسي يحتاج إلى عملية تقييم دقيقة وطويلة، ما في منشيت جاهز، برنامج جاهز، وصفة جاهزة نطبقه. كل قرار سياسي مسؤول أمام الله ويجب أن يحسب بدقة متناهية. لأستغرب هوني الفكر العقل الاعتدالي، المعتدل. المعتدل مو لأنه نص نص يعني، لا، لأنه بده يجمع مجموعة عوامل متناقضة وكلها قيم، قيم العدالة حلوة، قيم المساواة حلوة، قيم الحرية حلوة، بس بعد حد معين تتناقض المساواة مع الحرية، وتتناقض الحرية مع المساواة، وتتناقض القوة مع الرحمة، وتتناقض الرحمة مع القصاص. وعرفتوا كيف؟ يعني بتطبق رحمة كتير كتير بتفلت البلد. طيب عمل، عرفتوا كيف؟ هاي الأمور ده بحسب ميزان دقيق، ميزان دقيق لا يمكن أن يقوم فيه إنسان لحاله، بده مؤسسات وبده نظم وبده مراقبة وبده تقييم وبده فيه اجتهاد وشطارة يعني. هاي حكيناكم على الحرية والعدالة مفهومين، كيف بيكونوا المفهومين صح ومهمين ومتناقضين، ومقدار ما نأخذه من هذا، ليش نأخذ من عدة مفاهيم معا. فالفرق بين العقل الدوغمائي اللي بيركز على الشغلة واحدة خير شر، خلاص عدالة عدالة يعني، ده اللي بيطبق العدالة، أنا بدي أحكي السدق بدي أحكي السدق، بخرب الدنيا. مثلا في مرحلة مراحل بدك تسكت شوي يعني، مثلا في مرحلة مراحل بدك يعني تعطي فرصة للإنسان يصلح نفسه قبل ما تفضحه مثلاً، يعني في كتير أمور يعني بقى الأمور مو هيك بهالقساوة هذي بهالحدة يعني.
العدالة 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 تلحق العدالة العدالة العدالة. هلا نطبق العدالة بسوريا، بنقص ايدين 90% من الشعب السوري وبنقطع راس 40% بالقانون بالشريعة الإسلامية. 90% حرامي سارق ومرتشي ونص، اذا نقصص لهم ايدين ما بعيش مجتمع. عرفتوا كيف؟ يعني مين بده يقص ايد الاخراميات؟ ما في حدا بيقصها حدا يعني. يعني مو معقول. المهم بدنا نسير، حكينا بالعداله الانتقاديه والحريه. حريه 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 حريه. ايه حريه؟ تسرق وتنهبوا وتعتدي على الناس وتشبع على الناس، هي حريه. ما هيك يعني؟ تعمل ثوره وعملت كذا وعملت الى اخره، مو لحتى تعيش بغابه، لحتى تعمل شيء بديل ارقى. بديل الارقى كان لازم يتطبق القانون والمؤسسات يوم كذا، نحترم حقوق الناس، نعلم الناس كيف يعني. ليش نحن عملنا الثوره؟ لانه بدنا نعمل هيك، نفرج الناس نموذج لهذه الثوره. قدرنا نموذج تبعنا داعش والجولاني، هن ما خلونا، هن كذا. نحن مع المعارضه السوريه الثوره يعني. يعني 70% من المسؤوليه تقع على المعارضه السوريه الذي تبطحت للقياده وهي لا تستطيع ولا تريد وهي انتهازية وحرام. هذا المشكلة الأساسية بالثورة السورية. لا الدول ولا شيء، الدول دفعت وعطت وما كيف ما فيها تعمل شيء، كانت الشعب كان عم يغلي. بس اللي قتل النخوة والنخوة والعزيمة عند الناس هن المعارضة، نزالة هذه المعارضة. مثل واحد يعني عم ياكل أكل كذا بيقوم بشم ريحة كرهة كثير، بتصد نفسه. مهم هيك صار فينا، صدت نفسنا من منظر أو المعارضة. على كل الأحوال ستستمر، يعني سيستمر. طالما كسرنا قيود التفكير وفتحنا العقل وفتحنا باب التغيير، بدل ماشي الشعب لحتى يوصل، لحتى يوصل. ما تكلم، وهم كسرنا القفل وطلعت الناس من السجن يتبعهم.